يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد عمارة بها دكاكين، يوجد عمارة بها دكاكين قد أجرت على حلاقين، وهي يقول سبالة للوالد رحمه الله، وأنا وكيل للورثة، فهل يجوز لي أن أخرج هؤلاء الحلاقين؟ حيث إن مكتب العقار يقول إننا لم نصدق أن هذه المحلات تؤجر، فكيف تخرجهم؟ فهل علي إثم إذا أخرجتهم أو إذا تركتهم؟ أي نعم، يجب عليك إخراجهم، لأن حلق اللحى منكر حرام ولا يجوز هذا، وعليك أن تتحول هذه الدكاكين من كونها للحلاقين إلى كونها للبيع والشراء والبضائع، حولها، وهذا ميسور ولله الحمد. نعم.